كجودها الجوجان بجران يسيل ولا يسود دار ودار شقف على دجاج كم غلي ما فهم دار شقف عدو ما روح إيزي ما فهم واسك الجوج وحورب يا إنه هال سنة سيجي تم كدي تهم على تجا ويره أو سنة تجي وربيا ما فهم أوكي وأنا فهم هال سنة أديري أو إنه سكده وري بربا وعي سؤال شو قط بيسان كويدين أيوه حتى يوسفو ما أنتوا حانوا أرجني قبل لا هي سحلنا عن كشقيين هاي مدة 8 سنة ترجمان بناها يوسف حنوم علينا يا إنه جوجو ترجمان بناها له 8 سنة حلنا كشقيين هاي وحيد ماشى سحلنا قبلها والوقف فرح مايا المه كلية على قلبها أنا جهران وشيء جري لكن قبل ده مدة 8 سنة هذي ماشى كشقيين يسي وحاصلنا يوجي محي مرة وشيء جوي ما أنت محي وشيء جيسا مركي حسن شيخ محمود يا قرمة ده مدة بس كل عين وهو ودع وهو وعلي رهدا ما لي مغلاط وعلي رهدا إسكار البالي رهوا حبيت تكان اللي قالوا ما قد قشتا وخوشة تكان تك وحجرت كا دون جوجا وحبرتي هي تك وحأخر ياي وحاسوك لما دقشتا هدي لفرح ما يجرى محيو ستقوي سأيده أيده وقبر ما هي يا فرح ما لك أبد ما ما عندي عقل وهو أيوة أغلي أرورت وعلو ما لا يسأل إلا الله يسأل دادو حما قراتا كلي عادية لغلا بحطبان سان سيوجو وابد دنبيلة إلا سودع ويأي دايتا وأحياني غرم بايكش ودن كاعد جوكتا أما ودن كاعد جوكا أما أدونك قفكي يدن بي أركاق قاري ديبكا شاقاو أطماتك جالو مفا مركاتويا دادك وهيس داهي دا عايد بايكا ديجيس لكن أيضا إلا سوقبتين لحيرو هدي دولت كلا تبدأ شر ولا دعوية. وين؟ لكن قبل ده هسي هدي طبعاً صنو قبل الصوماليات ولا فرحومين يعرور كليا اللي قلب حايو ترجمان أنا هاي ده هذي أنا يعني يدو مركا وترجمة الصومان يدونا قبلها لا فرحومين أيو. قاب خير. وصلت سببت الشرع إجا الصومالي الشرع إجا دون كود دعوية هاي وجالو دقي أو نكلم محكمة لصوص استعديها يا واحد شاي. دنبي مرقاتك طبعاً صنو ما أنت دنبي قاعد أقول عدد عقول الشيكتو أدوك بري باتكتا حتى ويكا حتى شيكتو بري باتكتا لكن طبعاً صنو داوة هاي من الشيكي ده دنبي أديك أيا أيوك رحمرك يوك كير أديك غيب كاها يبفع وي مركة الدم الجديدة هذا استعمال يسميها مركة بروبغاندا ده سيو دم وبروبغاندا لكنو شاقين ميس وعال ليري أديك الليرة هدو إنك أستوى استوديو بطيء إنك تصوم على أبيني ما وياي وادو عقلنا غن ماي وفاد مركا نندم مجدين قال ذاحي ديك اللي يروح على المراي ليك الجلا هدو مالي أنا مالي هدو صار مالي نوام مالي الله ذاحي وفاد أنا كنت مجدين وارا قال ذا وفاد مركا برب كان ذا ديك اللي محمد ليك الجلا نيك الجلا هدو مالي أنا هاي قامنا واعب يي هدو صار عبي نواعب اللي المراي يسوق لي وفاد مرقى دبي جديد دبي جديد وحواية نكية كان وواية كان نكة أنا كان نواب بس طيب فهم نكة مبرنا وعنين على شو هو يدي كوكلا هرت لكن دبي جديد يقول لكن عقل يدد محاور الله فهم سياسة دد بنان يالوا مع عقل دد وحواية وسياسة موسى صود هل اسمع رأيي هرو المعان وقد يقدوك هففة مركب مسياسة غرصان با وهي إذا قيسو وخوشا قواس وطا وطي يعني ودكان ويعني دولت باي هلان نكا اللي راهدو دولت دي اي هلان ويفقن بيكو هلان ودولت دي هرأي يفقن بيان وشعيد عبدالله الدنيئية نكا لأحمد مدوبي إني عوانيين نمن كيل لسود عيي أو هاشي مندق لسود عيي أو لا أفقن بيه دولدي وأود يحوض يحوالا يعطى كبير كبيري أي دي بدا ديك مركا وحوري فاضو ما يجعلك يفقد أول داقني فقاراك شاكتين بهادك في ليسا مركا جميل نبي جديد محي في العيا وي ودن بي ليا وين أقيهين إن حرق ضمن غورة اللي سورة حديد دولتك الاتماد way kelmadda ugu dambeysay yusufow sayid ali macallin daud ninkii haaskiisii gubay
walaalkii soo dhawaaqay ayadu soo daliliyay walaalkayga xaq lagu xukumin waxa soo yiri laakiin ninkii hadda markayse baabuurkiisu magaalada ku wataa sidaad u aragtaa taas ee horan u sheeg waxaan ku dhahay Sayid Cali Maalin horta sheekaan meesha maalin dhaweed kelmad aan dhahay oo ku dhahay abgal di qaadahay ma ku dhahay ha halkaan ma ka dha ha markii la dilay Sayid Cali Cabdicade wiilka Cabdulla Galmaa markii la dilay maxaan ku dhahay maxaan ayadoo barnaamijka soo bixay hooyadii Faas Hassan war dheerad dilib iyo ninka la yiraahdo Cabdicade meesha ma la keen ee ma la yiri di qaaste maxaan ku dhahay abgal di qaadahay abgal ma ku dhahay ha halkaan ayadoo waxba la goobayna ku dhahay u di qaadahay waa garanaya ma fahm marka yaani wax kasta oo anagu malaa'ig manni bilaa aadam maana khaladaad aan leed laakiin anagu shakhsiyan waxaan ka hadlayo litaarafu wani yaqaanan anagu ma fa nin garanayaan ha ku hadla qof fartanjir baan ahay inaan qof ku xad gudbana dambi aniga igu tah waxaan ku dhahay ninka gabadhaasu haday xaaleeday qabiilada waaweyn ka tala leheeday oo shiqaal qabiil weyn weyta laakiin ma hubaysan haddii digi la mid fulaha leh ama daarood ahaa leh ama hawiyaha kale taxwaal ahaa leh ama murusada ahaa leh ama abgaal ahaa leh ninka dilka waa lagu fuli lahaa maadaama dil lagu xukum haddii laakiin ay qabiilada erir ka tahay ninka shira ugu ma jiri karo xabsiga horaana u sheeg two times aan sheeg ma fahm waa la xukumay laakiin kuma jiraayo ku dhah laakiin gobanimada ay shaqaal u qaadato waa ay tahay in ay ilaa xukun dila gaarsiiye ma fahm waxay abgaalka uga fiican yihiin waa ay tahay inay abgal hawada diya laga siiyo ma fa weligaa dibar hawada diya laga siiyo maarag diya qaada si loo baahdin waxa la yiri bata qaada waxa la yiri ninkiini geel ku duday diya qaada la yiri galmaaxo nin geel ku duday dhaale saddan nimaa dish saddanka in la keenay qorta laga gooyo ha laakiin dadka ayaa kala damiir wanaagsan kana iimaan badan anigu waxaan taageera waan ogahay inaan ninka 190 la dilay uma badan ma fahm laakiin waxaan hubaa beesha shiqaaleed inay gabartood guur gasho ay gob yihiin dad duu wanaagsan yihiin dad iimaan iyo caqiide leh way ku adkaysteen waan sidaadana waxaa la yiri soomaalidu waxay tiraahdaa ninka la yiraahdo in haddii lagu sheegana waa la sheelaa haddii lagu sheelana waa la sheegaa ha marka yacni beesha shiqaaleed waxay qaadatay go'aan ah annagu waxaan cunayna ilaahay baa bixiyay laakiin in dambiilayaasha dambiilaha la dilo waa inaan ku dhin adkaysano bay ku adkaysteen haddii la daayana cadaalad darrad waxay toosha ku sii dhaafaysaa beesha hawi idagayso waa tiyay dabka oranayo hawiya shidaalay daagalaha ku sii ridaysaa ma fahm yacni waxay daliil u tahay dadkanu inay munaafiqiin yihiin inaysan iimaan lahayn inaysan turaalo lahayn inay muwaadiniinta aysan turin in ay haddii ay xukun helaan inta in ka xun ay samayn lahaayeen iyagoo sacbooleeya oon xukun haysan dhibaatada hadday geysahayaan hadday maamulka maxkamadaha joogi lahaayeen ka war hadday ciidamada taliya u ahaalahayeen ka war dadka waa iska laylaan si jidku tagi lahayn soo ma marka tii unbay sii biirihaysaa gabadhaasna waxaan leh allah u naxariisto aabeerna waxaan leh ku adkayso diyaha qaadan way waxa waaye 100 looga taga waxaan soomaalida waxaan ku gabangabayhayaa waxaan leeyahay soo xasan sheekh camar uu ka taliyaa qayb ka mida saybiyaan xataa kama taliyo dardamis waa uga taliyaa maga almugarama marka waxba ha ka soo qaadina mucaaradka maqana oo mucaarad badani ma jiro marka mucaaradku ku saxayin taaso maani lagu daaliyo ma fahm hadday lagu soo daaliyo xilliga doorashada ay dhowda marka waa soo tabar dhigtaba hogta marka dawladda markay hal sano u heerarto markaasaa loo baahayo mucaaradku inay diyaar garoobaan waayo xataa ciidamada lagu difaaci lahay ciidamada xasan sheekh looga hortagi lahay war ana ciidana waa bulahay wax kii iska tahay xasan sheekh looga maal ku tahay anigu soo yusuf ma maal xasan sheekh ma darakin waa iga go'anta ma fahm inuu sawad laba nooc ay gaafay inaan qadar raba isugu madaxweyne hore Cali Gaafo oo Soomaaliyeed oo noqdo meel ka dhow aniguna aan naqdo muwaadin musharax aanan musharax Soomaalida raa u sheega ma fahad ninka la yiraahdo guul baa u rajaynaya Soomaalida guul baa u rajaynaya halka u ahaayo
aadi aad buu maahsan yahay walaalayaal muwaadinkaasi qiimaha iyo qayaa leh ee Yusuf Wadani ayuu ahaa oo studio warbaahinta Southern Media Corporation inoogu waramay. Yusuf Wadani waa nin Soomaali ah oo xalaal ah run sheeg ah haqana aan ka gambanin wallahu yirzuqu man yashaa bighayri hisaab ilaahay qofku doona irsaaqada hisaab laan uu siiya haddana waxa yaraatay xaq sheegnimada propagandada iyo beenta badatay qabyaalada iyo xadda nabatiismka batay banaanku ka jooga marka dadka waxaan rabaa inaan u sheego horta qabiil walba dad fiican ay ku jira dad xun way ku jiraan marka hadda Yusuf Wadani waa nin hawiye ah sidaas uu runta banaanka ula taagay marka ha ogaadaan dadka Soomaaliyeed hawiyad dad fiican inay ku jiraan oo sadiiqiin ah dawladnimo doonaya wanaagsan sida macna Yusuf Wadani oo kale Yusuf Cismaan oo isagana meeshan ka falanqeeya mar walba dawladnimada dhiri geliya oo dad hawiye ah dadka meesha ka hadlay hindu cusub la ku jirta markaysay macna maamooyin ba ku jira inta badan meeshan ka hadla marka dadka isku ma jiraan waan u mahadnaqayna Yusuf Wadani Rabbul Ciise kasakow isaga iyo walaalihii meesha ka hadlay maama Soomaaliyeed